ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا في التقرير الشركه مقرها في 4 شارع دكتور لاشين من الماروتيه برج العلياء. خلونا ننتقل مع الدكتور محمد اسماعيل المسؤول عن ملف الخدمات التعليميه لدى شركه الثلج الابيض. عايزين نتكلم شويه عن التسهيلات اللي بتقدمها شركه الثلج الابيض للطلبه السودانيين الراغبين في التعليم في مصر والعكس. خلينا نبدا بالطلبه السودانيين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكرك يعني على الاستضافه. بالنسبه لشركه الثلج الابيض، واحده من المجالات اللي قاعد تقدم فيها الخدمه هي الخدمات التعليميه. الخدمات التعليميه تنقسم لعدد من الانشطه يعني. من اين نتجت الخدمات التعليميه؟ لانه ده واحد من هموم الاسر السودانيه في انها هي تبحث لابنائها في تعليم جيد يمكنهم من اكتساب مهارات. زي ما نتكلم عن التسهيلات اللي بتقدمها الشركه. طيب التسهيلات اللي راغبين في طيب في الدراسه في مصر. طيب التسهيلات اللي بتقدمها الشركه، نبدا بالطلبه الجامعيين ولا الثانوي؟ نبدا بالطلبه دون الجامعيين اللي هي مرحله الاساس والثانوي. تمام. ودي مرحله الشركه بتقدم التسهيلات بتاعت انها تجد فرص لابناء السودانيين دول، بتتعاون مع واحده من الاكاديميه، هي اكاديميه ضفاف النيل، واحده من المراكز السودانيه اللي بتقدم منهج سوداني، منهج تعليم سوداني. ده بالنسبه للتعليم الاساسي والتعليم الثانوي. بالنسبه للتعليم الجامعي ايضا كما هو معلوم انه توجد فرص للجاليه السودانيه وللسودانيين بصفه عامه، سواء كان الخارج القطر الموجودين في السودان او الموجودين في 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 الدول الاخرى، انه في فرص بتاعت التحاق لابنائهم في الجامعات السودانيه المصريه الحكوميه. تمام. فدي هي الخدمه اللي بتقدمها اليوم، هي خدمه التقديم. عايزين بقى نتكلم في التسهيلات. طيب خدمه التقديم هي الشركه بتقوم بخدمه التقديم وخدمه القبول. تمام. ومتابعه الاجراءات مع الطالب حتى يلتحق بالجامعه ويستقر في دراسته. والشركه بتكون قريبه منه لحد ما هو يتخرج يعني. تمام. ايوه دي الخدمه اللي بتقدمها لابناء للسودانيين في الجامعه. بالنسبه للمحرات الجامعيه. ايوه. ايضا واحده من الانشطه اللي بتقدمها الشركه هي عمليه تسهيل قبول المصريين في الجامعات السوداني. ودي برضه الشركه بتقوم بمهمه القبول ومهمه والتقديم والقبول واستخراج الرقم الجامعي. في تخفيضات من الشركه؟ في تخفيضات خالص، نحن بنقدم الخدمه من باقل ما يمكن يعني. تمام. بال 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 بالمستطاع يعني، نحن لا نغالي في فرض اسعار الخدمه، بحيث انك انت تقدم خدمه وتثبت نفسك في المجال يعني. تمام. وفي حاجه استاذ محمد برضو احب انه اوضحها يعني. طب. انه الشركه الان صراحه بصدد بتواجه الطلبه المصريين في السودان بعض المشاكل في السكن وكده. اكيد طبعا. احنا ان شاء الله يعني بنسعى في الشهور القليله القادمه انه ان شاء الله نوفر سكن جامعي محترم لاخواتنا الطلبه المصريين بالسودان، حتى لا يعانوا يعني مساكن قريبه من الجامعه. تمام. باذن الله. عايز ارجع لك تاني استاذ وليد، زي ما احنا عارفين ان جائحه كورونا اثرت على جميع المجالات بشكل كبير. نعم. عايز اعرف طبيعه العمل في الشركه اثناء هذه الفتره وازاي تعاملت مع الجائحه. طبعا استاذ محمد، انت كما تعلم انت يعني كورونا اثرت على العالم كله. اكيد طبعا. وصراحه حتى على مستوى الشغل، انه يعني الشغل كان يعني قله نسبه انه عدم يعني المطارات كانت مغلقه. تمام. وكده، ولكن الحمد لله احنا يعني كنا متبعين كل الاجراءات الاحترازيه في الشركه. بالنسبه لاني مجال تأجير السيارات؟ في مجال تأجير السيارات، نعم، في مجال تأجير السيارات واستقبال الضيوف من المطار، يعني التعقيم، لبس الكمامة، الكحول. تمام. حتى احنا على مستوى الشركة الداخلي خفضنا عدد العمال. تمام. في التشطيبات خفضنا عدد ساعات العمل، يعني حتى الحمد لله يعني خرجنا ما فيش خسائر يعني الحمد لله. تمام. ده بالنسبه لموضوع تاجير السيارات والتشطيبات. عايزين. نعم. بقى في الموضوع اللي هو خاص بشحن البضائع، في تغليف. نعم. كويس، في تعقيم. نعم. كويس. نعم نعم. كنا كان يعني صراحه تغليف يعني وصل لمرحله حد الهوس. تمام. يعني صراحه يعني تعقيم تعقيم. تمام. صراحه والحمد لله. تمام. استاذ وليد، شفنا يعني شركه الثلج الابيض ما شاء الله قدرت ان هي تثبت كفاءتها وجدارتها في التعامل مع العملاء سواء من الجانب المصري او السوداني، عشان كده كسبتم ثقه عملائكم داخل مصر والسودان. ازاي قدرتم تعملوا الموضوع ده كله؟ في الحقيقه استاذ محمد، والله الموضوع كله يرجع يعني في الثقه والامانه. احنا صراحه كنا يعني واضحين جدا مع عملائنا، واضحين جدا مع عملائنا. تمام. يعني
صراحه في مصداقيه في التعامل، مصداقيه في الوقت، يعني ما ينفعش انا اقول لك الحاجه بقرش واجي اقول لك بعد شويه بقرشين، يعني كان في مصداقيه اكيد. والحمد لله يعني هو ده مكسبنا الوحيد يعني. طب عايزين بقى استاذ وليد نتكلم شويه عن التكلفه الماليه، لان اي حد دلوقتي بيفكر ان هو مثلا عايز يشوف خدمه في الشركه بيقول لك لا انا عايز اشوف التكلفه الماليه الاول، اللي بتميز الشركه دي عن الشركات الاخرى. احنا بنتميز كشركه في شركتنا يعني بالنسبه للماليات صراحه احنا يعني بنيسر، يعني بنيسر يعني ممكن انت تقسط. احنا الان يا استاذ محمد بالنسبه للترويدات العموميه